ستارز كراش من فودافون خدمة مميزة تقدر من خلالها تكون أقرب لنجومك المفضلين وتشوف تحدي نجوم، وتقدر كمان تشارك وتلعب وتتحدى نجمك المفضل فقط وحصريا في ستارز كراش من فودافون. إيه رأيكم؟ جامد؟ هو ده هو ده. خلاص نحط الوقار على جنب. أيوة. تفاهة تايم. التحدي اليوم بين النجم الفنان الرائع الفنان المطرب مصطفى قمر. النجم اللي بنحبه برضو مش مشكلة يعني، وهنديله برضو برستيجو وكده. أيوة. النجم الفنان الكيوت الخطير تيام مصطفى قمر. انا حاسس ان داخل الماتش ملاكمة. لا حضرتك خدت سوكسي مرتين، طيب مش مشكلة. ماشي اوكي صح، انا رأيي كده. ماشي بس المشكلة ان اسمه بيتقال الاول، ما هو اللي بيتقال في الاخر هو اللي بيرن في الودن. لا 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 مش جاي تبعي معايا. لا اللي بيتقال في الاخر هو اللي بيرن في الودن، اللي في الاول ده بيتنسي. ماشي والله العظيم اعمل نفسي بحب متحرك بيك. ماشي فانا هقول لكم كلمات اغنيه وانتوا هتكملوها. ماشي تمام جامد. يلا ماشي ماشي. يا ريت في خبيها. ايوه يا ريت في خبيها، باخد من عمري وما خليه حدا يعمل ايه بقى. ما انا لو هخبيها يتبادل يبادلني الحب. يا ريت فيا خبيها يخلي حدا يعبر. يا ابني اسكت انت مش دورك. يا حكيها. هي دي اه. يا سلام ماشي ما نشوف انت هتعمل ايه. بلبناني بقى عشان ده هساعدك انا. بهوايا انت قاعده معايا. يا سلام عينيكي ليا مرايه. من شويه حد كان بيقول ايديكي ليا مرايه. ايديكي مش عارفين. لا ازاي ايديكي؟ يا استاذه مخرج هم شكلهم متفقين عليا على فكره. لا 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 خالص حصل تسريب للاسئله على فكره. دي سهله قوي، دي سهله جدا. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك حكاياته؟ دي سعاد حسني دي بقى. لا نبقى نغنيها. انا مش فاكر قوي يعني. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. هي دي. برافو مظبوط. حكاياته بالظبط. هي دي. كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. الله. وانا قلت لك 100 مره بالظبط. انا قلت لك 100 مره انا لسه انا لسه انا لسه صغيره انا لسه صغيره. اديتك فرصتك اهو. برافو برافو. ماشي بص بقى. طبعا مش هنعمل بقى اللي عملناه ده، انت هتكمل الكوبليه كله عشان ما ينفعش تكون مش هتقدر تكمل الكوبليه. مش عارف ليه تايم دايما بيصدروك في الغنى. لا 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 مش مهم يغنيها. ماشي. هو ان انا ارتب قولها وبعدين هنشوف. بس انت هتكمل الكوبليه كله. حاضر. السود عيونه يا ولا السود عيونه يا ولا. ايوه السود عيونه دوبتني وفي ليل غرام وجننتني. ماشي بقى. الليالي سهرتني. أيوة قلت. قلت اعمل ايه؟ ايه بقى؟ ايه قدمت المهر مهر غالي وخطفت إيه؟ النجمه من علالي وخلاص. وخلاص يا قلبي مكتوبالي اعشق عيني. وبعدين وصحيت عادي. ايوه صحيت بقى خلاص. واللي احنا كده هنقعد لبكره. ما عشان نوصل لحد غلطه صح. واللي رماني في الهوا غلطه صح. الله برافو. طب ما انت جامد. ما انت جامد الحمد لله. طب حس ان انت جامد. انا اقترحت ارزل عليك رزاله من نوع خاص. ربنا يستر. منايا حبيبي تحسها هواية. لا بس بقى. بالعكس بقى زي بالعكس. ما حافظت لل انا عارف. اصبر هقول لك. انا عارف حته. هو كان معلوماتي محدوده كانت. انت بتبدا تومتو ولا توفتو؟ توم تومتو ما الحقش ياتو توفت منين سو مايا. لا معلوماتي خلصت لحد هنا. خلاص شكرا. لا في واحده يا مريد رجعيد يوم. ده دخلنا في لغة حيان وحاجة كده يعني. برافو عليك والله. والله برافو. والله كويس انت فاكر. انا طبعا الفيديو ده كنت محافظ صحابي كلهم على فكرة. الحتة دي كنا بنقعد نجربها على سناب شات ونقعد نعملها ريفرس عشان نقعد نسمعها. اوف جامد. جربوها يا جماعه تتبسطوا. جربوها تراي ذس ات هوم. بس الحته الاولانيه الحته الثانيه مالهاش علاقه بالاغنيه. مالهاش علاقه. انا كنت اللي بيقولوا ده جديد من عندك. واضح بس انا ما رضيتش اكسبه. ماشي طيب اللي جاي ده حاجه مختلفه شويه. ماشي افلام عادي بدون كلام. ماشي
ماشي ماشي. بس هي افلام بس يعني مفيش مسلسلات ومسرحيات وكده. حلو قوي. انا هوريكم اسم الحاجه دي لعبتي القديمه بالظبط بالظبط من ايام ما الله يرحمه الاستاذ حسن مصطفى بقى كده بالظبط كده. ماشي مين الاول؟ حاسه انت الاول. انا الاول ماشي ماشي ماشي. سهل. انت ايه مش هتقف ولا حاجه وانت قاعد كده؟ ممكن على القاعد. لا 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 قاعد. حلو حلو زي ما ماشي براحتك. هتقف كمان شويه يلا ماشي. ما انا فيلم ما انا فيلم فيلمتين. اول فيلم النوم حلم حلم جماعه يقصد كتير. حلم حلم حلمنا حلم الناس حلم العالم حلم حلم. الحركه دي معناها جمع. اوكي ف اجمع بقى اللي انت قلتها دي اجمعها. احلامنا. اوقف بس. احلام. ايوه عمرنا. الثانيه بقى. يا سلام يا سلام. انت عمرنا دي عمرنا دي ما كنتش هتعرف تعملها صح؟ هعمل ايه في عمرنا؟ ما اعرفش ما اعرفش. هو لازم يجيب احلام. ماشي. ما انا مفكره كل ده اللي بيتكلم على الكلمه الثانيه. ما انا فاهمه. طيب انا دي حلوه. ماشي يا سهله بقى دي. يا سلام. همثلها ازاي دي؟ انا كنت فاكر ان كانت سهله برضه على فكره. لا 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 دي هنتحجبها. طيب ماشي يلا. فيلم ثلاث كلمات. الاولى حرب. الحرب. الحرب. الحرب العالميه الثالثه. يا ولد ده ايه ده؟ مين بقى؟ يبقى انا يبقى انا بعرف اوصل. لا انا اللي بمثل احسن. انت بقى مش انت اللي شاطر. انا بعرف اوصل لك. ما هو اللذيذ بقى ان انا مش مرسياكم مين فيكم اللي بيكسب اللي بيمثل ولا اللي بيعرف. صحيح. النقطه هنا بتتحسب ازاي؟ هو عشان في الاخر ما انا اصل انا لو قلت لك. لا شكلها مش عارفه. لا 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 انا لو قلت لك ان لو انت مثلت فهتمثل لي وحش وتعرفت وانت مش عايز تاخد بوينت هتمثل وحش. صح فاهم. فهي حلاوتها انكم تبقوا مش عارفين. صدقيني يعني انت عايز تمثل. عايز ايه؟ طب انت مش باين. انا عايز فيلم سهل بعد اذنك. عايز فيلم. ماشي يا نهوي يا لا بس ده سهل. ماشي. ايه فيلم يا عم؟ متاكد المعنى حافظ مش فاهم. كلمتين تاني. اول كلمه حلم. حلم ايوه قولها بقى. لا هو اللي بيلعب بالكلام يعني. ايه فكره؟ لا انت ذكي. ايوه ايوه ذكي. ايوه بقيته الثانيه بقى. شام. ايوه لا لا ايوه هي دي. هي صح. هي دي صح. طيب ماشي. مع ان ذكي دي بحرف الذال والثانيه بحرف الزين بس ماشي. ما هو عشان اسمه ذكي في الفيلم يعني. ماشي ماشي. ادي مش المهم جبتها في حاجات والله. دي صعبة بصراحة شوية. دي صعبة جدا. صعبة شوية. طيب بس قسمها لو صعبة قسمها. أصل كمان ماشي ماشي. مسلسل فيلم قديم. كلمتين. الكلمتين قل. هي كده قل. يا عم مش أنت فهمت. عايز إيه؟ عادي من عندنا برضه. أنا ماشي. ما انا عايش معاك. انا عايش معاك. اوكي ايوه. مراتي. صح. صح. امها بقى. حماتي بتحبني. ايوه حماتي. الحموات. ايوه ايوه الفاتنات. يا جامد. ايه بقى أوف. ايه الشطاره دي وايه الشطاره دي؟ انا تسقيف عليها والله. انا اتفاجئت من نفسي اصلا. على فكره اللي سالت تسقيفه انا والله. ايوه على فكره انا لما فكرت فيها انا مثلت حلو. وانا بالظبط والله لما فكرت فيها قلت الواحد لازم يعمل كده. مراتي ولا انا ابوك. انا ابوك. طيب خلاص ما انا سقفت لك اهو. احترم نفسك. هو انت كنت عارف الفيلم اصلا بقى؟ يعني انت اصلا عارف الفيلم؟ لا محتاجين تصويتكم. يا ترى مين اللي هيكسب؟ استنونا الحلقه اللي جايه. وما تنساش ان تصويتك ممكن يخليك تظهر مع نجمك المفضل في تحدي جديد.